بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنعمل مع بعض طاجن الكوارع بطريقة جميلة جدا جدا وسهلة ومميزة، وبيبقى طعمه حلو قوي قوي. جربيه بنفس الطريقة لو ولادك مش بياكلوا الكوارع، لان هي مفيدة جدا جدا، هيحبوه بنفس الطريقة دي. والشوربة بالخل والثوم برضو جميلة قوي قوي. دي طريقة المطاعم، الطاجن الحلو ده والشوربة دي بتتقدم بنفس الطريقة دي كده. هو يا رب طريقتي النهارده تكون عجبتكم، ونخش ونشوف الفيديو. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاعنا، انا بشكر المشتركين الجداد على راسي من فوق، ربنا يخليهم، وعلى الكومنتات الحلوه اللي بتشجعني والله ان انا اعمل فيديوهات اكتر واكتر. يلا بينا بقى نبدأ في طاجن الكوارع دوت، ونشوف عملنا الطاجن الحلو دوت ازاي. والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. صباح الفل والهنا والسعاده على عيونكم. يا ريت لو انت اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني بلايك وسبسكرايب وشير للفيديو كده عشان يرتفع باذن الله. النهارده هنعمل مع بعض الكورة الحلو دوت. طبعا جايبينه وغسلينه ومنقوع بميه بليمون فقط لا غير، مش بحط فيه خل، هو ميه وليمون قدر اللي هو يشيل الزفاره. معايا هنا هو بصل، بصل جزر، انا ما عنديش جزر، ما فيهاش اي مشكله طالما الكرع بتاعي مغسول ومنقوع حلو قوي مش هينزل زفاره في الشوربه. لو عندك جزر يكون احسن، ما فيهاش اي مشكله. طماطمايه، بصلايه، هنا حبهان، فلفل اسود، ورق لورا او ورق الغار على حسب ايه، ما اي مسمى. معايا هو ملح بس مش هحط ملح. يلا بينا على البوتاجاز كده اقولك الطريقة الصح اللي تسويها، وهيستوى معاكي بسرعة ومش هياخد وقت. مية بتغلي من بداية التسوية الصح، انك تكمري الكوارع، اي حاجة بتاخد سوا تكمريها كويس جدا زي حالة الضغط كده. طبعا دي بتسوي الاكل، يعني لو كرة هتسويه في تلت ساعة ممكن ربع ساعة. ليه؟ لانها بتبقى مكمورة جدا جدا. فانا هنا ما عنديش حل الضغط، هقعد مش هعمل كوارع، لا هعملها وتستوى معايا بسرعه. شايفين الفرق دوت؟ الفرق دوت انا بعد ما احط الكوارع هحاول اكمرها كويس قوي. هنا طبعا لازم تكون الميه بتغلي بالشكل ده. هنا هاخد معايا الكوارع بتاعتي، ابدا بقى اللي انا انزلها في قلب الميه. لازم تكون بتغلي، ولو الميه بتاعتي نقصت ازودها ميه سخنه مش ميه بارده. يعني دي من العلامات التسويه الصح، اللي انت لما تزوديها ميه سخنه مش ميه ساقعه، اكنك بقى هتعيدي عمليه التسويه من اول وجديد لو زودتيها ميه ساقعه. فدي من نجاح التسويه الصح. انا زي ما قلت لك مش هنزل بالملح، لا انا هنزل بالبصل والطماطم والتوابل بتاعتي. طبعا هكمرها ازاي؟ الملح دوت انا هستبعده مش هحطه دلوقتي خالص الا لما تبدا تدخل في السوا. فاحنا لازم نسوي الحاجه صح. معايا انا هو الورق الغذائي اللي هو ورق الزبده، طبعا في ناس بتقلق من ورق الالومنيوم، فهنحط الورق الغذائي كده هو ووراه وفوقيه ورقه الالومنيوم على طول بالشكل ده كده، بالطريقة دي. انا كمرت الحلة بتاعتي اهو كده، هتستوى بطريقة سريعة جدا ومش هياخد معايا وقت الكرة. وممكن لو انت بتسويه مثلا في ساعة ساعة ونص، لا هيقل الوقت معاكي. اهم حاجة ان انت تكمري الغطا كويس قوي. هيستوى وهنزل الملح، برضو الملح لو نزلته في البداية هيوقف عملية التسوية. في ناس بتحط سكر، انا عمري ما حطيت سكر على الكرة، لا بسويه بنفس الطريقة دي وبيستوى وما بياخدش معايا وقت على البوتاجاز. اول ما يخش في السوا هنزل بالملح وهنرجع نشوف هنعمله ازاي. لو انتي اطفالك مش بتاكل الكوارع، انا هعملها بطريقة حلوة قوي قوي، هنخدع بيها الاطفال هياكلوا صوابعهم وراه. يستوى الكرع بتاعنا وهنيجي نشوف هنعمله ازاي. طريقة جميلة وتحفة بجد وهتعجبك. استوى معايا. انا نسيت اشكر المشتركين الجداد، ربنا يخليهم ليا يا رب ويديمهم نعمه في حياتي، والكومنتات الجميله اللي بتوصلني منهم ربنا يخليكم ليا يا رب. هيستوى الكوره وهنرجع برده مع بعض. استوى بقى زي الفل كده بالشكل ده وما خدش معانا وقت. مسكته قطعته على البلانشه بالشكل ده. معايا بصلتين كبار، معايا زي نص كيلو طماطم او اقل شويه، معايا فلفل حراق. يلا بينا هنعمل خطوه كده اهوت عشان نسرع من عمليه الطاجن بتاعنا.
خطوة بسيطة كده على البوتاجاز. هنا معايا الطاسة على البوتاجاز فيها اي مادة دهنية انش بتحبيها. انا حطيت حوالي معلقتين سمنة بالشكل ده كده. طبعا لازم اعلي النار. انزل بالبصل كله هيبقى ني في ني، بس انا هزود من عملية التسوية شوية اهو بالشكل ده كده. هديله تقليبة بسيطة. البصلة بدأت تدبل شوية كده، شوية بسيطة. انزل بالطماطم مرة واحدة وعلي النار، وانزل بالفلفل. طبعا تقطيعات الطماطم اللي انت عايزاها اعملي ايه، حبيتش تبشريها بس انا يعني بفضلها مكعبات كده. تدبل معايا تتبيلة بسيطة كده. ابتدأت الطماطم اللي هي ايه تدبل شوية. هاجي نازلة بالكوارع اللي انا مقطعاها بالشكل ده كده. كله بقى ياخد ويدي مع بعض. معايا ان هو بهارات لحمة اللي هي السبع بهارات. معايا فلفل اسود وهاخد رشة جوز التين بالشكل ده، رشة بسيطة كده من جوز التين، بتديها نكهة حلوة جدا جدا. بالشكل ده تقليبة حلوة. انا هنا مش هزود مية، انا هنا هزود الشوربة بتاعت الكوارع. طبعا الخضار ده كل دوت هيدبل واللي هيبني الكوارع اهو بالشكل ده. انا هزود كده من مرقة الكوارع. طبعا الكلام الجميل ده كله هياخد غلوة مع بعض، ياخد من طعمه بعض وهنرجع مع بعض بالشكل ده كده. طبعا هزود شوربة بسيطة مش كتير لاني هدخله الفرن ومش هفتح عليه الا بعد ما يستوى. معايا بقى هنا اهوت ورق الزبدة اللي هو الورق الغذائي، وانا هغلف بقى الطاجن بتاعي كده. عند الغطا حطي الغطا، ما عندكيش بنفس الشكل كده اهوت، وهيدخل الفرن هيستوى وهنرجع مع بعض باذن الله. نار نزلت بيها بمعلقة زبدة، حوالي نص معلقة ثوم، حوالي ربع كوباية خل بالشكل دوت. الدقة دي عشان خاطر الشوربة. وهاجي نازلة كده بالشوربة بعد ما صفيتها. دي بتدي طعم جميل جدا جدا للشوربة بتاعتي. طبعا هتدي غلوة كده اهوت، غلوة واحدة بس وهطفي عليها. هي دي الشوربة بتاعت المطاعم اللي بيبقى طعمها جميل جدا جدا وريحتها جايبه لاخر الدنيا. هنخلص بقى الطاجن بتاعنا والشوربه تغلي غلوه ويبقى كده خلاص كله تمام، وهنرجع مع بعض نقدم الطاجن بتاعنا بالشكل ده. استوى وبقى زي الزبده والشوربه معانا. ومعانا هنا اهوت الدقه مخلل وتوم بالشكل ده كده. طبعا بحطها على السفره كده، اللي عايز بيحط اللي مش عايز مش بيحط بالشكل ده كده. بجد طعمها حلو جدا جدا بالخل والثوم. جربيها ان شاء الله هتعملي الطاجن بنفس الطريقه دي وهتعجبك، وولادك لو مش بياكلوا الكوارع هياكلوا بنفس الطريقه دي. يا رب طريقتي تكون عجبتك واستفدتي بيها. ما تنسينيش بقى في اللايك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف مليون سلام.